وللمزيد حول تطورات الوضع العسكري والسياسي في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله. حياكم الله. صحيفة الشرق الأوسط كشفت عن أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دمشق حملت شروطا أدى لإعادة إحياء نظام الأسد دوليا، هل تستطيع روسيا إعادة تدوير الأسد دوليا حسب رأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن في ملفنا الملف السوري نحن أكثر من متابعين وأكثر من محللين، نحن ندرس الأمور بشكل دقيق للغاية، وعلى ذلك أقول أن روسيا لم تتخلى عن الدكتاتور بشار الأسد ولا لحظة، حتى قبل 2015 قبل أن تتدخل بشكل عسكري سافر وواسع كانت تدعم نظام بشار الأسد سياسيا وبالتسليح وبالخبرات وبالمعلومات عبر الأقمار الصناعية الروسية. كل هذا الكلام نعلمه، لم يتغير شيء في يعني دعم روسيا لبشار الأسد، لنظام بشار الأسد، رغم كل الأرواح، أكثر من 1,300,000 شهيد في سوريا، رغم كل الجرائم، رغم الكيمياوي، رغم كل شيء، روسيا مستمرة على نهج ثابت لم يتغير. يعني هي لم تقرر أبدا ولا للحظة أن تغير بشار الأسد أو أن تجد بديل له. لذلك كان عندما يستدعى بفيلا من قبل موسكو إلى موسكو كان يأتي وحده وتأتي به لتملي عليه ما تريد، حتى عندما بوتين يزور بدون استئذان ويأتي أيضا ببشار الأسد إلى قاعة حميميم يأتي لوحده هكذا ذليلا كما تعرفون. طيب. على كل الأحوال إذا الموقف الروسي لم يتغير، هذا عبارة عن تأكيد روسي إلى أن بشار الأسد باق وهي تدعمه للنهاية. لما صالح روسيا متعلقة بهذا الشخص تحديدا بشار الأسد، ليس بالنظام، بالنظام نعم، ولكن بشخص بشار، ممثل ببشار الأسد شخصيا. لذلك الأمر واضح لدينا، لكن هذا التأكيد وهذا الدعم المعنوي لنقل والدعم الاقتصادي المعلن يعني غرضه دعاية، وروسيا ليست أصلا في وضع اقتصادي أو في وضع داخلي يسمح لها يعني بأن تضحي من أجل بشار الأسد، ولكنكم تعلمون من تسريبات صحفية أكثر رصانة من الشرق الأوسط، أكثر أكرر أكثر من رصانة من الشرق الأوسط، عندما قيل لأن السعودية والإمارات قدمت الدعم والموافقة قبل الدعم لروسيا من أجل أن تتدخل في سوريا. إذا هذا الأمر يعني نحن كنا نشعر به ونعلم أن طيب، لكن دكتور صحيفة الشرق الأوسط تقول أن روسيا تدفع نظام الأسد إلى الانسحاب من المحور الإيراني، إلى أي مدى صراع النفوذ بين روسيا وإيران يبدو جديا وكيف سيؤثر على الخارطة السورية بشكل عام؟ يعني أنت تعلم أن الشرق الأوسط لها توجه سعودي، وهذا الكلام مجرد دعاية وغير صحيح أبدا، لأنه حتى لافروف قال في المؤتمر الصحفي بأنه علاقة النظام السوري بإيران هي يعني تخص النظام السوري ولا تخص روسيا. أمر آخر، عسكريا نحن نعلم يقينا يعني على الأرض أنه عسكريا إيران بميليشياتها في سوريا تتبع للأوامر الروسية، يعني القيادة اليوم عسكريا هي للقيادة الروسية. وانظر إلى التنسيق، لعل التتبع يعني التقدم الذي حصل لصالح النظام كان قصف روسي مريع وتقدم لميليشيات تابعة لإيران، كانت كل الأمور تجري بقيادة روسية وبمعلومات وترتيب وتنسيق روسي، وإيران منصاعة تماما للقيادة الروسية وهي لا تتمرد، يعني حتى الخلافات البسيطة التي تحصل تحل بسرعة. تنسيق روسي إيراني موجود، وتمويل تمويل أيضا إيراني يشارك في الجهد الإجرامي العسكري الروسي في سوريا. الحلول المقترحة والمسربة من أروقة اجتماعات الدول الفاعلة لتسوية الأزمة الروسية تتحدث عن وجود فترة انتقالية لبشار الأسد يخرج بعدها بشكل آمن، إلى أي مدى ترى أن المجتمع الدولي والمعارضة السورية
يمكن أن يقبلا بخطة روسيا لبقاء الأسد حتى لو كان بشكل مؤقت؟ يعني هذا السؤال فيه الحقيقة قضايا كثيرة متداخلة. أي معارضة سورية، يعني إذا تكلمنا عن الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض، فهي يعني تابعة لدول وتملى عليها الأمور، وهي يعني حتى بنسبة تأثيرها داخل ما يسمى بلجنة الدستور نسبة لا تستطيع أن تفعل شيء، لا تستطيع حتى ضمن قضايا بسيطة، وهي ليس لديها خطط لصالح الثورة السورية المباركة، وليس لديها أي تواصل مع ما تبقى من الفصائل العسكرية على الأرض. لا، إذا نحن نتكلم عن شيء غير موجود، إنها هي شخصيات تابعة لدول ويملى عليها ما يجب أن تفعل. على كل الأحوال، لكن نحن إذا أردنا أن نقول ما الحل الذي يخصنا نحن كثوار سوريين، الحل هو حرب تحرير. نحن مضطرون حرب تحرير ضد الوجود الروسي وضد الوجود الإيراني، وهذا موجود، ولكن يجب أن يعني يعزز، ويجب أن يدعم، يجب أن نقوم باللازم تجاه العمل العسكري الإجرامي، ردود عسكرية على العدوان الروسي والإيراني، هذا أولا. وأن يكون هناك مجموعة سياسية تمثل الثورة بصدق بشكل حقيقي، وأن لا تعمل إلا بأجندة ثورية سورية. هذا الأمر يعني باختصار هو ما يخصنا، ونعلم أن هذا الأمر هو المطلوب أن نفعله، ولكن الإمكانيات والظروف، ويعني القادم بإذن الله ليس لصالح هذا القزم بشار الأسد ولا للمحتل الروسي ولا للمحتل الإيراني. رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.